السلام عليكم ورحمة الله، الإخوان طيبين وأحباب يكون في قناة فوضى الحمام. معكم فوكم مصطفى كما العادة. الجديد ديال اليوم تبارك الرحمن قديم جديد، فدخلنا مع عند الناس ديال الشمال تحية اليوم، والإخوان ديال طنجة هما مرحبا بهم، كل شيء شمال الحمد لله. شكرا للناس الطيبين اللي تيزورونا، شكرا على العرض الطيب. فهذه البورش كاين 2016 المليح تبارك الرحمن وجديد، والبي ام سيري كاب تا هي المليح وجديد. هذه الموديل ديالها 2018 ضربه 70000 الف، 73000 ثمنها 33 مليون، ولكن ضريبه 1500 درهم. الباك ام ناضيه تبارك الرحمن. كل بورش كاين 2016 ضربه 130000. البورش كاين موديل 2016 ضربه 120000 الاخوان، الريستيلي شي حاجه ناضيه، ثمنها 36 فيكس. اللي بغاها مرحبا به، ها الموديل عندك 2016 ضربه 120000. شوف لي طاش، شوف النقا، وشوف السوق شحال كدير، ورد عليا وندير لك ثمن زوين. وما تنساش البارطاج والاشتراك في القناه ديال اوتو الرحيم على اليوتيوب، هي القناه الرسميه. وعاونونا الاخوان باش نبارطاجيو القناه ديالنا، ان شاء الله يتعرفوا علينا ناس طيبين اللي عرضوا علينا سياراتهم، وان شاء الله تكون سياراتكم وسيارات الاخوان ديالكم. وشكرا جزيلا على الدعم الحقيقي ديالكم مع هذه السيارات، وجمعه مباركه. وتفضل معنا السي ادريس تبارك الله، تشوف هذه الجوده اللي فيها في هذه السياره، تشوفوا الاخوان الطيبين. ف واخا كما قلنا نعرضوا السيارة، الإخوان عارف أن كنجيبوا المليح، دونك واخا لمحة في الليل حتى نعطيهم شي فيديو إن شاء الله تفصيلي. ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. سيارة مازال ما مغسولاش وناضية، واخا الله يسامح مولاها. تحية الأستاذ قاصق صاح معايا والله. قال لي انت كتعشق المليح وخلينا ها المليح ولا بعد مني، ولكن خديتها من عنده. تدري مني والله العظيم كنشكرو بعد الثقه ديالو، تعامل مع الدراري. كانت ناقصانا شي فلوس ما كاملاش، قال لك ماشي مشكل تنرجع ليها، عطانا الطوموبيل. انا قلت لهم حط الطوموبيل ما ثروليش، دونك دابا الحمد لله. وكتب معنا والله العظيم، قال لي زينه وكل شيء، دونك راه ما كاينش لافاج كومبلي في هذه السياره ديالي. بغيت نوصل لكم ضربه 121000 الفي 6 الطوموبيل، يعني 6000 درهم ضريبه، البانوراميك، الخيال العلمي في هذه السياره الاخوان. بنوات عاد راكبين جداد، يعني الانسان ما يصرف والو حيت هادو داخل في المصاريف، دونك اللي يشريها راه يخلص غير 6000 درهم ديال الضريبه ديال 2024 ان شاء الله لحين الله. ليكرون داكشي تبارك الله ما شاء الله، البانوراميك راه مازال تيكبر حتى لهنايا، راه ما طالع ما محلولش هذا. فالطوموبيل جايبه النقا وجايبه المليح وتبارك الرحمن. هو عاوتاني الانسان اللي بعد قال لي انا عارف شنو كنعطيك السي مصطفى، راه كنعطيك سياره ناضيه. وبالفعل بالفعل بالفعل ملي جينا من الصفر ادينا ليه الكماله ديالو، وكنشكروه على الثقه ديالو. رغم انه دار معنا شويه ديال الزياره، ولكن ما كاين باس، التجارة هي هادي، ما تلقاش الناس كلهم. تنقصد غير في هذا، ايوا هذا ما كان كل واحد طريقته. كنقصد انا غير في المعاملة ديال الروبريز، هو باع لنا السيارة ديالو ويسر معنا، مهم درنا له الخاطر ديالو في البري ونشطنا وعجبني. انا صراحة انا تنقول هاد الهضرة، عارف هو من المبليين معايا. ما تيفوتنيش في سيارته، فهو بحال خويا، ولكن دار معايا شوية ديال التعتيع في التجارة ديالي باش بغيت نبيع له انا. يعني كان داير معايا ياخذ سياره وعطيناه السياره، ومن بعد قال لي لا صافي غيرت رايي، مبقيتش باغي، خديت من عند واحد اخر. قلت له لا، وانا عطيتك السياره ودرنا التجاره على اساس روبريز. ايوا ما كاين باس، ماشي مشكل، المهم حنا هو يمشي لك ليا راضي. حنا خلصناه في السياره ديالو، ولكن هو ما خلصناش في السياره ديالنا، وفي الاخر قال لك لا راه شفت سياره اخرى في جهه اخرى. فعلى اي حال سيارتنا، سيارتك اللي خديناها زوينه، وسيارتنا الحمد لله مدخلو غير زوين. الله ييسر لك. انا تنقول للاخوان، تنقول له شوف انا ما تلقاش معايا مشكل، جيب لي سيارتك مرحبا نشريها منك، ما تشري مني ما تشريش، انت حر، فعندك الحريه. ولكن ما تعجبنيش الناس عاوتاني اللي تيقولوا لي لا، وعطيتي ذاك النهار ذاك الشهر اللي فات، جا عندي واحد السيد اتصل بيا اليوم. هذه الاخوان ردوا له البال عافاكم، كيجيو عندي الاخوان بعد دابا ما تفهمناش في الثمن. جا عندي واحد السيد
عنده واحد طوموبيل معينه بلا ما نذكر سميه الطوموبيل، قال لي تفاهمنا على واحد الثمن وتفاهمناش في واحد الطوموبيل، قال لي مع 14 ونص 15 مو بقى بيناتنا، انا عاقل بقات بيناتنا 10000 درهم ولا ما عرفت 8000 درهم بحال هكا. مشى كيتشاور هو، من بعد شهر ونص عاد جا عندي اليوم اليوم نيت، قال لي ودي مصطفى جي خذ هذيك الطوموبيل. ملي قلت له لا استاذ ما نقدرش، قال لي ولا علاش؟ قلت له ما يمكنش اخويا راه شهر ونص ناخذ، قال لك بداك الثمن صافي سير زعما عاد بالو راه دار معايا مزيان. قلت له لا عافيني يا استاذ مع كامل الاحترام ما غناخذش طوموبيل، حيت العام دابا راس العام راه الناس كلشي مقاتله مع الضرائبات والشركات، فربي نبيعو عندنا داك الثمن ما مسلكنيش. فهادي يردوا له البال اخونا، من حق الانسان يدور، ماشي حيت باع انا او واحد اخر بائع وفي السيارات او بيع وشري في السيارات راه صافي غيبقى ملتزم بواحد الثمن ما كانش عليه اتفاق. لا رجعت يا الاخ الكريم عندي ومن بعد شهر شهر ونص وكتعطيك واحد الثمن ما ديروش في بالك ولا درتيه، ما كاين باس لسولتيني ولكن لا طمعتي لا درت انا ما تلومنيش ماشي عيب، حيت انا ما كلومتش راه كيكون معايا اليوم غدا كيدور عليا، اما دوز الشهر ونبقى انا ملتزم بداك الثمن علاش؟ شنو السبب اللي يخليني نلتزم؟ ها هي الحباب ديالي هذا هو اللي كاين، المهم حنا نوضحوا باش يعرفوا اطول درهمو كيفاش يخدم، راه غير اخويا بالخطر وبشويه علينا، ولكن ملي توقف معايا وتعمر معايا خمسة دقائق ندير معاك التجاره تبارك الرحمن مشينا وتفارقنا رحنا خوت. دونك ها البري عندكم الاخوان، ها الثمن عندكم، بغيت تدعيوا هذا الخير من عندكم، وما تنساوش البارطاج ديال القناه ديالي باش نوصلوا للاخوان نجيبوا سيارات من عند اخوان طيبين عندهم سيارات زوينه باغيين يديروا التجاره وخايف من حرق الراس، فان شاء الله اطول الرحيم يوفر هذه الخدمه هذه. كنشكر الناس اللي زاروني من مارتيل، وكنشكر السي كمال ديال واشنطن واشنطن والهديه طيبه اللي جاب ليا، شكرا جزيلا والله ما كنعرفو. تحيه لك خويا كمال، تحيه للخويا ديال مارتيل، تحيه للناس الطيبين، وتحيه للاستاذ الوجدان اللي دا السي ال اس، وتحيه للاخوان الطيبين، وتحيه الاسم سي احمد اللي جا من بروكسل دا الفولفو البيضاء بصحه وسلامه الله يدخل عليه على خير، وتحيه للناس د هولندا اللي جاوا عندنا اليوم وما تقداو حتى سياره ما لقاوش، لقاو السياره تباعت اللي جاوا عليها هي الفولفو نيت، ونصحت الاخوان بها زعما صراحه هذيك الفولفو كانت زويونه. تنشجع الناس اصاحبي خذوا الفولفو، شريوا الشيفرولي، شريوا السوزوكي، هادو راهم سيارات مزيانين ولكن خذوا فيهم الجوده، راه غير الناس تهربوا منهم باش خلاو بياسهم غلا وخلاو بياسهم قل. اخويا خذ السيل ديالك، خذ على قد جيبك، تبقى تقلب على كاريه ب 20 مليون ولا ب 16 مليون، ها هي الفولفو توفر لك نفس الخدمه والمليح، وغير بسبعات الملايين وشي حاجه مشات يعني، ما مزيانه صاحبي والله الا مزيانه. وكنشكر الله يدخل عليهم بخير، وشكرا اللي زارونا، وتحيه للاخوان الطيبين، ولا عندكم شي بياسه شاركوها معنا، واللي مكتبش مع التجاره يسمح لينا، ومعرفه الخير وامسيه سعيده.